ماذا؟ هذا فأر في البيت، فأر في البيت. لا تهتمي أبدا، لأن الفئران تهرب من القطط. ألم يهرب الفأر من القط؟ بلى، ولكنه كسر الصخور وأكل السمك. لا تهتمي أبدا، لأن القطط تهرب من الكلاب. النجدة. ألم يهرب القط من الكلب؟ بلى، ولكنه مزق المقعد وأكل طرفا منه. لا تهتمي أبدا، لأن الكلاب تهرب من الفيلة. لا تهتمي أبدا، لأن الفيلة تهرب من الفئران. النجدة! النجدة! فأر في البيت! فأر في البيت! في المستقبل سنستعمل مصيدة.